تحياتي. موعد جديد إذن مع المحقق في سلسلة لم يعرض من قبل، السلسلة اللي نعرض عليكم فيها كل مرة قضايا لم يتم التعرض لتفاصيلها في وسائل الإعلام التونسية، كما طبعا قضيتنا بالنسبة لليلة. قضية فيها زوز حاجات ملفتة نحب نجذب انتباهكم ليهم من تو. الحاجة الأولى أن تعتبر قضية الحقيقة تحكمت بصفة مش استثنائية، يعني في سعفيسع برقية ولكنها سريعا نوعا ما بين تاريخ اكتشاف الجريمة وتاريخ إصدار الحكم النهائي في القضية. لو تشوف من بعد أنها المدة تعتبر بالنسبة للقضايا التونسية سريعة. ثم الحاجة الثانية اللي فيها المهمة اللي نحبك تركز فيها معايا هي النقطة المتعلقة باللي يعملوه بعض المجرمة أحيانا من خلال تشويه صورة الضحية. تشويه صورة الضحية على أساس أنه يحب يرد الضحية في عيون القضاء، يردوا مش ياسر ضحية، باش تولي أنت تقول والله كي صارت فيه هالجريمة هذية والله هو زادة تيماو لزلها، تيماو ربما يستاهل. وهي الطريقة من خلالها المجرمة يقوموا باستعطاف القضاة وإلا الجوري، كما يبدأ فما جوري في المحاكم في بعض الدول، لاستعطافهم باش يتم تخفيف العقوبة عليهم، على خاطر تعرف أنه تفرق ياسر العقوبة بين أنه يكون مع سبق الإضمار وإلا من غير سبق إضمار، أنه تكون الجريمة عملتها كجريمة ولا صارت كحادث، معناتها وانت ما كنتش تقصد، تفرق كثيرا. هذا اللي باش يحاول يلعب عليه المجرم في هذه القضية اللي نحكي لكم تفاصيلها الليل. قبل ما نجيو لهذه التفاصيل، إذا ما زلت ما اشتركتش معنا في قناة المحقق، ما تنساش أنك تشترك وتنزل على الجرس باش نذكروك بكل جديد في مختلف الإنتاجات. وإذا كانكم حاضرين ننطلقوا إذن في حلقة جديدة من لم يعرض من قبل. حكايتنا الليلة ترجع بينا لسنة 2015 وباش تهزنا الأريانة، برج الوزير في أريانة حي الصحة تحديدا. باش نحكي لكم على شاب اسمه هشام 16 سنة. هشام يعاني من مرض نادر، هشام ما يشوفش بعينيه وهذاك علاش يقرأ في بير القصع، ولكن ما يشوفش بعينيه بسبب المرض النادر اللي عنده. هشام عنده مرض اللي احنا نعرفوه باسم مرض أطفال القمر. شوف معايا هذه الصورة. هذه الصورة هي اللي تعكس ما هو مرض أطفال القمر وإلا ما يعبر عليه بجفاف الجلد المصطبغ. هذا الاسم الرسمي متاع هذا المرض، جفاف الجلد اسمه على جسمه، هذاك علاش تلقى البلايس في الجلد. شنو يصير؟ اللي يحملوا هذا المرض النادر جدا ما يحملوش الشمس، ما يحملوش الشمس لأنها تضر الجلد متاعهم وتضر العين متاعهم، عندهم عينين حساسة جدا. الجلد متاعهم الخلايا اللاديان متاعها تدمر بأشعة الشمس، هذيك علاش ما يخرجوش وقت اللي فما شمس، وهذيك علاش يخرجوا في الليل، يخرجوا وقت القمر، ومن هنا تسميوا بأطفال القمر. هشام اللي نحكيه عليه هو موجود في هذه الحالة بل أنه المرض متاعه ربما ما عندناش التفاصيل، ولكن الأقرب أن يكون هو السبب في فقدانه للبصر وهو يقرأ في بير القصع. توا عمره 16 سنة، ولكن الحقيقة اللي عنا عليه كمعطيات أنه ليد قراي، أنه ليد ذكي، وأنه ليد مغروم بليزورديناتور. هذيك علاش
بعد ما يكمل يقرأ تقريبا كل يوم في بيل قصع، حكاية الخمسة ستة تاع العشية، بوه وإلا خوه يوصلوه البوبلينات عندهم بحذا دارهم. يعدي سويعة سويعة ونص، ثم من بعد يجي بوه ولا خوه يروحوا به، وأحيانا كيتو بدأ يستانس ولا يروح زادة ساعات وحده. قلت لكم أنه هشام معروف عليه غرامه بلي بي سي وحتى ذكائه الحقيقة اللي نعرفوه اللي تحكيه اللي فهمناه من خلال الملف أنه عنده ذكاء معين في الانترنت في علاقة بليز أورديناتور، رغم نعاود لك مرة أخرى اللي هو راهو ما يشوفش كوردو ما يشوفش، ولكن مع ذلك يعمل في مجهودات كبيرة حتى يتأقلم في هذه الدنيا. نهار 14 فيفري 2015، نهار سبت، نهار السبت باش يمشي كما العادة هشام البيبلينات، لكن المرة هذه على أساس أنه باش يروح وحده، لا باش يروح بيه بوه لا باش يروح بيه خوه. أما الليل طاح وهشام مازال ما روحش. بوه باش يستبطاه باش يمشي البيبلينات باش يسأل عليه، ولهنا باش يبدا يتحير، خاطر السيد مولى البيبلينات باش يقول له لا يا سي فلان راهو هشام تو عنده ساعتين ما روح كيما عادته، معناها مونغيلا هو بالمونغيلا، معناتها راهو عنده ساعتين تو من زمان ملي خرج يا اخي ما جاكش. وهنا البو دخلت في غولة وبدا يدور، ربما ضاع، ما كيفاش يضيع قريبة البيبلينات من الدار، مستانس بها، ما تكون كان صارت له حاجة. من هنا مش يبداو يدوروا من بلاصة لبلاصة في الحومة في برج الوزير، يسألوا شكون شاف وشكون ما شافوش كذا، ما فماشي أخبار تذكر. قمت من الغدوة أحد 15 فيفري، باش يجي التليفون بوه، سي لامين حشنا بيك بربي في المركز، عنا ما نحكيو معاك. وسي لامين باش يتحول لمركز برج الوزير، وفي المركز باش يعلموه انهم القاو طفل ميت، وانه الاقرب انه يكون هشام على خاطرهم يعرفوه يعني في المركز، على أساس هو جاي بلغ على ولده المختفي، ولده من أطفال القمر، حتى في القشرة متاعه يعني ظاهر معروف، كيف لقاوه عرفوه، بما أنه قلت لك مرة أخرى مرض نادر، ما فماش 10,000 واحد في برج الوزير عندهم معناها من أطفال القمر. تحول البو مع ذلك للتأكد من الجثة، وفعلا تأكد من أني جثة ولده، ولقاها الحقيقة في وضعية خايبة ياسر، في انتظار تقرير الطب الشرعي باش يلقى لامين ولده مدمدم في أكثر من بلاصة، باش يلقاها أنه معضوض في كتفه، باش يلقاها أنه معضوض في شفته في فمه، باش يلقاها أنه معضوض في وذنيه، ثم باش يلقاو انه عنده اثار متاع خنق ومتاع زرقه في كرومته. هذا ومازال ما عناش تقرير الطب الشرعي، التقرير اللي باش يجي من بعد ويؤكد انه الوفاه ناجمه عن الخنق. لمين وعائله هشام همش مصدقين، معناها شنو اللي صار لولدهم؟ هذا اللي صار فيه على خاطر غابوا عليه، على خاطر روح وحده، شنو زعم اللي صار فيه؟ بدأت التحقيقات متاع البوليس، بين أنه نحن في حضرة جريمة قتل، رغم أنه ما فماش وقتها تقرير الطب الشرعي، ما بين العملية القاوها، نسيت باش نقولك، ملوح في ساحة في حي الصحة في بطحة، ملوح هكاك في بطحة، معناها في حي الصحة القاوها غادي. هذاك علاش انطلقت التحقيقات مباشرة، ولكن الهدرة مش باش تطول، تقريبا
الأمور مترابطة جدا بين وين لقاو الجثة وقت لقاو الجثة وسيدة مش تجي المركز. سيدة باش تقول أنه عندها تفاصيل جريمة قتل. عسلامة، أنا ما أنا هدى وعندي ما نحكي للبوليس، عندي ما نحكي للسيد رئيس المركز، راني نحب نعترف بجريمة قتل. كيفاش مدام؟ جريمة قتل؟ أي ولدي ارتكب جريمة قتل. ولدي اسمه غسان، عمره 19 سنة وقام بجريمة قتل، نحب نعترف لكم بها. تطلعش البلوزون هذي متاع ولدك يا مدام، على خاطر في ساحة الجريمة بحذا هشام ما لقاو حتى شيء إلا بلوزون مارون. كي سألوا لمين بو هشام قال لهم ماهيش متاع ولدي، وبالتالي فهموا أنها تنجم تكون عندها علاقة بالمجرم. وراوها الهدى، وهدى أكدت فعلا هذه البلوزون نتاع ولدي. ما هو كيروح نهار السبت في الليل لقيته مضروب، ولقيت الدم في وجهه، ولقيته في ديه عنده ضربة ولاش عنده. قلت له شبيك يا غسان؟ قال لي تعاركت في الحومة وكذا، وذاك هو اختاني ودرشني. تي ويني البلوزون تاعك؟ وقتها اش قال لي؟ تي ماني تعاركت، راني خليتها غادي، ما نعرفش عليها البلوزون وين مشيت. شنو حكايته غسان هذا؟ غسان ولد 19 سنة، شنو علاقته بالجريمة اللي صارت في حق هشام؟ شنو جابوا لثنيته؟ هو اللي قتلوا وعليش؟ هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.